السلام عليكم، يعطيكم العافية. طبعا معاكم علي الخباز، اي بلوجز وفيديوهات يومية. المهم اليوم ما صورت وايد اشياء لان كنت مشغول مع الاهل يعني لاهي معاهم قاعد اسوي وهذا وروح احط فما صورت وايد اشياء. المهم طلعنا طلعة عائلية وخلصنا، رحنا شرينا اغراض هدايا حق محمود ميمو الصغير وحق زهرة ملابس، ورحنا كلينا مطعم تايلندي والسوالف هذه. بعدين شوفوا الباجي. المهم اذا حابين تتابعون الحلقة اليوم تفضلوا، واذا محابين معذورين، شوفوا حلقات الجاية. واتمنى اتمنى 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 انكم تنشرون وتزيدون الفيو، ولا تنسون مدام انت قاعد طالع الحين وقاعد تسمعني عطني لايك، طق واحدة تين لايك، ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم. تالي وصلت البيت، هذه اغراض ميمو جايب لها الهدايا، مدي لها اياهم وشافهم لان شريتهم معاه، بس يعني خليني افاجئه فيهم. ميمو شلونك؟ هابي بيرثدي، تعال. شلونك؟ بغيت ها؟ يلا استانس استانس. كم عمرك؟ 11. يلا تمام تمام، صار عمره 11. اي واحد عيد ميلاد اليوم الشاوت اوت لكم كلكم طبعا، هابي بيرثدي. ميمو حطيته هني عندي. ميمو شلونك؟ زين. شو تقول لهم؟ ما لا سلم عليهم اول شيء. الجمهور جمهور شلونكم؟ قول لهم شلونكم. زين شنو شنو احلى الهدايا اللي عجبوك؟ يعني هذا كذي. شنو هذا؟ هذا من قبلك انا؟ ايه. شلونه؟ زين. زين شنو هو؟ تركيب؟ اي تركيب. بطلع سيف الله؟ هو واحد واحد يعني. واحد واحد تركبه؟ ايه. يلا تمام. هذا كان بالبيضة، أنا فيلم جراسيك بارك دي شنالة جراسيك وورد. مشكورة بيدو مصحح طبعا، حتى بيدو هناك قاعد يسوي. يلا ميمو خلاص روح شوف كمان شوي. ها بيدو شنو هذا؟ مال ميمو ما يبيع ميمو. هذا نبت لك ما اعطيه حق بيدو. ها يلا عادي عادي، زعلت منك هذا. لا لا بالعكس، تعلموا تعطون بعض العابكم بالعكس، هذا شيء زين. هذا الحين قاعد يبحث عن الاثار يعني. قد نصور بالصخر ولا لا؟ ايه كافيه. طلع لقيته ولا لا؟ لقيته ولا لا؟ اجل حميم ما احب شيء ثاني. يلا تمام سلام. يعني مشكور لهذا. العفو. يعطيك العافيه. عيد ميلاد محمود اخو حسن الصغير، عيد ميلاده كان اليوم. رحنا اخذت له هدايا، شرينا له ورحنا كلنا طلعه عائليه يعني، عشان شيء ما صورت اسمحوا لي. والحين انا بغرفه المساج تعبان من الصبح، قاعد اسوي لي مساج. انا هني وبعلوه هني. هلا بعلوه. هلا هلا بالحبيب. شلونك؟ شلونكم؟ شلون المساج وياك؟ 100 100. وبس يعني نسوي مساج ونضحك ونستانس ونتونس. لو عندي شيء اوكي كاب، لو عندي شيء راح اصور لكم اياه طبعا. ويمكن سكوا ليت علي. اوكي ما بلاي ما بلاي ما بلاي ما بلاي نو بروبلم اتس اوكي. سكوا ليت علي بيسوي لي مساج. يلا السلام عليكم. هني قاعد يسوي لي مساج. يا الله كتام. يس اي ونت سونج بليز ثانك يو. اوكي هذا بحلوه حمايه له عشان ما تسوي له ما طيب. خلصنا المساج. كاب على نازل. هلا شلونه؟ والله تخدرنا بصراحة، تخدرنا المساج كان حلوة. هلا 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 ثانك يو. اوه يور باي باي باي. زين والمساج شوفوا الساعة طبعا الفريج بيوت مكان حلو. شوفوا الفريج اللي قدامه هذه طلع هني المراقص والديسكوات وال هذا ما مساج ناظرين هنا
هاي وين تروح؟ وأحب أهدي لي هال أحب أهديه ما أدري ليش. ها اللي هال والكبار أحب أهديهم والله استانس. شلونك؟ ها قصيت شعرك؟ نعيما تعال قاعد شو قاعد أكلمك أنا نعيما إيش قول لهم حسنا قول لهم من يحب علاوي؟ أنا. تحب علاوي؟ صدق؟ وايد ولا شوية؟ وادي. ها؟ وادي منو؟ وادي. وايد. وايد. قول بقالة. بقالة. قول بلا شنو كان يقول؟ لا كبالة. كبالة. قول كبالة. كبالة. ها؟ كبالة. كبالة. وين رايح؟ وين هذا؟ قاعد أطلع حق حسين وهذا ما يشوف. هنا تبتها. هنا تبتها. حسين هذا اللي تبيه حلو هذا؟ انت يا البطة شنو تقول لهم؟ ها؟ شيء واحد قايل لي يبيني ياسورة عنده ربيده عبيده شنو سويت؟ طلعت الديناصور غسلته طلعته من التراب تمام زين يا جماعة الخير إذا تبون أصور عبيده دائما معاي باليوميات عدل نفسك إيه إذا تبون عبيده دائما يكون معانا باليوميات أعطوا الفيديو هذا لايك أبيكم تشقون لايكات شق تقوا لايك عشان أطلع عبيده أسوي له لايك مشكور حبيبي أنت عشان عبيده دائما يطلع معاي وعشان عبيده بعد أعطوا لايك يلا ولا تنسون كل يوم تكتبوا لي كومنت سؤال على الفيديو عشان انزل لكم فيديو واختار سؤال من اسئلتكم باليوتيوب بس بالكومنتات باليوتيوب اختار اي سؤال واجاوب عليه هذه الكومنتات خل انزل واحط اصبعي على اي كومنت واقرا لكم اي كومنت يطلع هذا رينا درغام مرحبا يا علي انا راح اجي تايلاند بعد رمضان ممكن نشوفكم ولو جينا وين your Jordanian your Jordanian fans living in Oman اول شيء مشكور اعطيك العافيه على المتابعه الحلوه وعلى اعجابكم لفيديوهاتنا مشكور اعطيك العافيه وبالعكس احنا نستقبل اي احد ونقوم معاكم بالواجب اي واحد حاب يجي تايلاند واحنا في بانكوك بشارع العرب في بانكوك بس توصلون حاطين رقمنا بالواتساب احنا بالانستغرام وحتى لو وصلت هناك تسألون وين احنا الكل يعرفين اي محل عربي اي مكان عربي بالعكس تعالوا زورونا وحياكم الله ونحطكم ان شاء الله على راسنا وهذه كانت حلقتي اليوم وانطر اسئلتكم حلقة باكر وايد ناس قاعد يسألوني وين نكتب الاسئلة بالانستغرام ولا باليوتيوب لا الاسئلة على اليوتيوب يعطيكم ألف عافية ومشكورين على المتابعة الحلوة Peace